يقول اذا سافرنا للنزهة هل يجوز ان نداوم على قيام الليل وصلاة الضحى؟ نعم، صلاة الضحى وقيام الليل يداوم عليها في الحضر والسفر، انما التي لا يصليها الراتبة التي مع النافلة مع الفريضة، الرواتب التي مع الفرائض اذا قصر لا يصليها الا راتبة الفجر، وراتبة الفجر لا يتركها لا حضرا ولا سفرا. نعم.